السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. نبدأ وياكم درس جديد من بايثون، بايثون الدرس رقم 148. بعدنا بالجي يو اي، واجهة رسومية، ومع الكيو تي ديزاينر. نجي اليوم نتعلم في شغلات بسيطة ايضا على الكيو تي. خلينا نشوف شكوش ماكو، صارنا مش فترة ما شايفين كيو تي. اوكي، ويدجت كرييت، هاي النافذة راح اختار بعض الشغلات منها، مثلا شختار اوكي هوريزونتال سلايد، عندك الفيرتيكال سلايد، وهذا هم جيبه. خلينا نشوف هذول شلون نقدر نتحكم بيهم. نحتاجهم لاين اديت او لا، خليها ليبل. ليبل اوكي، هذا الليبل نحتاج انه احنا نكبرها. وير ار يو، وهذا 16. حلو الحكي حتى لا حد ليشتكي ويقول الكتابات صغيره. ماشي، لو نقول كنترول ار، هذا هي الواجهه مالتنا، لكن لو نلاحظ انه بلا معنى، انه ما بدنا نستفاد اي شيء من عنده. زين، لو حبينا نسوي بها حركات، خلينا نجي اولا نجي نروح على سيجنال سلوتس. هذا نجي خلي طبعا بالبداية هذا نكتبه صفر. اوكي، هسه هاي القيمة صفر. اذا حبينا نتحكم بهاي القيمة، يعني اذا حبينا نسوي برنامج مثلا، خلي نقول جماعة الاستديو، جماعة الاغاني، يصعد الاغنية وينزلها الصوت ويغير بالهرتزية مال الصوت، يعني من هاي الشغلات. طبعا ايضا يفيد الجماعة المختبرات العلمية، يعني مثلا خلي نقول يزيد الهرتزية، ينزلها، يزيد الفولتية، يقلل التيار، من هاي الشغلات. يعني تقدر تستفاد بها اكثر من شغلة. فاذا حبينا نتحكم به نجي لل، خلينا بالديزاين مود. لو نختار هذا، عنده خصائص اخرى، يعني اضافه للخاصيه انه تقدر تغير شغلات كثيره. اريد اشوفكم انه هنا ممكن تغير القيمه مالته من صفر. شوفوها الديفولت مالته من صفر ل 99، انت ممكن تخلي اي رقم تريده، 100، 1000، 20. وهذا الستبس اللي هي الخطوه اللي راح يمشي بها، يعني مثلا خلينا نقول خطوتين خطوتين او خطوه خطوه. هسه هذا احنا حاطين واحد، اي بمعنى صفر، واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه والى اخره. اذا حطينا اثنين، صفر، اثنين، اربعه، سته، ثمانيه، وهكذا. يعني اعداد زوجيه واعداد فرديه اذا تحب انت تمشي بها بالخطوات. نرجع هنا السيجنال وسلوت. اذا اجينا اخذنا منها تلاحظ وخليناها بالليبل، راح نقول له غير القيمه، غير من تغير القيمه بالهوريزونتال سلايدر. بالهوريزونتال سلايدر هسه هذا السيجنال، من تغير السيجنال القيمه مال هوريزونتال سلايدر شريد من عندك، اريدك تغير لي قيمه الموجوده بالليبل. حلو، اقول له اوكي. لو اجي اقول له كنترول ار، الاحظ انه انا من اغيره، شوف تلاحظ دا يتغير اخر رقم اللي هو 99. زين، اذا حبيت انه اخلي هذا هم يتحكم، نفس الطريقه اجيبه اخليه هنا واقول له value changed set num، واقول له اوكي. كنترول ار، الاحظ انه اذا غيرت القيمه منه يتغير، وهنا هم ايضا يقدر يتحكم به ويغيره. زين، الفكره هي وين؟ نلاحظ ان احنا من نغير القيمه السلايدر، يعني خلينا نقول السلايدر بال 13 هذا، شوف لاحظ ما متناسقين، يعني ما مندمجين مع بعض. اذا حبينا انه من نغير هنا هذا ايضا يتغير معها اوتوماتيكيا، يعني يستجيب للتغيير. اذا بهالحاله نحتاج الى شنو؟ نحتاج انه هذا ايضا نربطه معه، اي بمعنى انه عفوا هذا اذا تغير غير لي بهذا. اوكي، السهم دا تلاحظ دا يجي لهنا. اوكي، اذا انت من تغير البار هذا غير ايضا بهذا القيمه. فنفس الحاله اقول له الفاليو تشينج انتجر، خلي لي السيت فاليو هنا. فمن اجي اقول له كنترول ار، الاحظ انه انا من اغير، لاحظ 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 هذا هم دا يتحرك، انتبه على هذا المؤشر، لاحظ ايضا دا يتغير. لكن من اغير هذا دا لاحظ انه هذا ما دا يتغير، يبقى ثابت. اذا احتاج ايضا اسوي سيجنال، اسوي اشاره انه هذا هم تغير في حاله اذا هذا راح يتغير. فاذا بهالحاله انا اجي اخذ من نانا وانطي هنا، عفوا دير بالك،
الأرث هذا، هذا الخطوط هاي معناته راح يتحكم بالواجهة، لازم يتحول إلى سهم. تلاحظ سهم أحمر يعني يتحكم بهذا الشكل. فنقول له الفاليو تشينج، خلينا بالهوريزونتال سلايدر القيمة مالته، واجي أقول له كنترول R. هسا إذا غيره تلاحظ، لاحظ السلايدر، تلاحظ إذا غيرته يتغير وكذلك القيمة تتغير. هنا هنا نفس الحالة، من أغير هذا يتغير والقيمة أيضا يتغير. لكن لو أجي أفكر أنه أنا من دا أغير بهذا الشكل، هذا أيضا دا يتغير، بالعلم أنه هذا دا يغير بالتيبل بالليبل عفوا. زين، أنا إذا غيرت بهذا الليبل راح يتغير، ونفس الوقت هذا هم راح يتغير. زين، هو هذا أصلا دا يتحكم بالليبل، ليش أخلي هذا أيضا يتحكم بالليبل؟ يعني هذا إذا أنا حذفته مفروض هذا أيضا يتحكم بالليبل. الدليل أنا من أغير بهاي القيمة هذا ايضا راح يتغير. زين، هذا من دي يتغير راح يغير منه اوتوماتيكيا، راح يغير هذا. لاحظ الخوارزميه، تلاحظ السهام هي هاي الخوارزميه مالته. فاذا ليش انا اطول الكود واسوي كود كلش كبير؟ لا، اختصر الكود. في بمعنى ان انا هسه اذا سويت له الران كنترول ار، لو اغير اوكي هنا دي يتغير، هنا دي يتغير، هنا دي يتغير. هذا هم لو اغيره لاحظ الليبل ايضا دي يتغير. ليش؟ لأن من دا أغير هذا، هذا دا يسوي كنترول، دا يتحكم بهذا، وهذا أصلاً دا يتحكم بهذا، فأوتوماتيكياً إنه يتغير. يبقى آخر شيء إنه نتحكم بهذا، هذا نفس الحالة. يعني لو أجي من هنا أجيب سهم أخليه هنا وأقول له من تتغير غير هاي القيمة، ألاحظ بالكنترول R من أجي أغير بهذا، لاحظ هذا هم دا يتغير أعلى قيمة، تلاحظ هذا هم دي يتغير. لكن من أغير بهذا لاحظ ولا واحدة من عندهم ما تتغير. ليش؟ لأن أحتاج أخذ أيضا سهم وأعطي لهذا الشكل. أوكي، هسه إذا قلت لك Ctrl R ألاحظ أنه من أغير هذا كلهم دي يتغيرون. زين، أقدر أخلي قيم أخرى؟ نعم، يعني مثلا نرجع للواجهة، إذا اختارينا هذا وجينا هنا الماكسيمم مالته مثلا خلينا 150، خوش حكي. هسه اذا رجعنا قلنا له كنترول ار، الاحظ انه اني من اجي اخلي القيمه هذا اعلى شيء اللي هي 99، الاحظ بعد باقي مجال، في مجال هنا اللي هو لحد 150. لو اغيره ما راح يتغير اي جهه من هاي الجهات، اي شكل من هذه الاشكال اللي موجوده بيها ما راح تتغير. السبب انه الليبل ما متعرف غير لل 99، الفيرتيكال سلايدر ما متغير، ما متعرف غير ال 99، كذلك الديال ما متعرف غير بس ال 99، هذا الوحيد اللي متعرف ال 150. فبهذا الرينج ما راح ياخذ اي افكت، اي تاثير لهذه الاشكال، لكن من انزل لاحظ اخذ التاثير. زين، اذا حبينا نعمل له كومبايل نحولها للبايثون، هسه حاليا هذا نجي نقول له سيف، من نحفظها خلينا نقول نسميه سلايد، سلايد اوكي. بعد ما قلت له سلايد هسه اجي احتاج سي ام دي. طبعا انا قدرت بالمحاضره السابقه انا كنت انفذها بالبايثون شارم، صح لو لا؟ اليوم راح نتعلم بالسي ام دي ايضا شلون نسوي، يعني في حال اذا انت ما عندك باي شارم كمبيوتر ما منزله بس بها بايثون تحب تسوي كومبايل، اوكي ليش لا؟ ممكن تسويها، بس راح تحتاج مثل ما قلنا هذا الكود اللي هي، شوف لاحظ PY بمعنى بايثون حتى تحفظها، PY بايثون، UI user interface الواجهة، C هو compile للفيرجن 4 النسخة الرابعة من QT، اي بمعنى PY بايثون، UI الواجهة، C 4 بمعنى compile المن للنسخة الرابعة للبايثون، وراح تقول له minus X، بعد ذلك تنطي الاسم، هذا تنفيذ بمعنى الاكس اكسكيوت، التنفيذ بمعناتها. طبعا هي تبدا الاكسكيوت بالحرف الاي، بس كون انه من تلفظها الاكس تجي بالبدايه اكسكيوت. اوكي، تكتب الاسم، طبعا هنا احنا ما موجودين، نسينا شغله، هنا احنا لازم نروح للملف السلايد، بالملف السلايد لازم نغير الدايركتوري مالتنا، لازم نغيرها وين؟ للسلايد، سي دي للسلايد. بعد ما خليناها بالسلايد داير، لاحظ انه احنا عندنا الملف السلايد. اوكي، هنا نجي نقول له بي واي بمعنى بايثون، يو اي بمعنى شنو؟ الكيو تي اليوزر انترفيس مالته. زين، شو اريد اسوي لهم؟ كومبايل سي بيا نسخه، نسخه الرابعه، شو اريد؟ ناقص اكس، اي بمعنى سوي لي اياها تنفيذي، المن للسلايد
dot UI minus O بعد ذلك slide dot py. أقول له enter. هسه حاليا مفروض يطلع لي ملف آخر اللي هو slide dot UI. إذا أنا dot py. إذا أنا حولته إلى Python. أوكي. زين إذا أريد أنفذ هذا البرنامج إحنا كنا نسوي له edit دائما بشنو بالبايتشارم. اللي ما يحبون يسوونها بالبايتشارم اللي يحبون يسووها رأسا بالCMD أو التيرمينال بسيط جدا. أنت بس مجرد تقول Python slide.py. لاحظ Python slide.py لاحظ رأسا اتغيرت. تلاحظ صار التنفيذ. Wonderful, this is amazing. يعني أنا ماكو فد برنامج سويت عملاق. شوف يغير بالرقم, سبحان الله. أوكي هاي فكرة بسيطة بس, لكن أنت لا تلاحظ هنا من أصغرها أكبرها نفس الحالة. فأكيد هذا الدرس راح يكون إلك أنت, شلون تتعلم كيف أنت تسويها ريسبونسيف يتحكم بيه. بس البرنامج شوف شوف يعني من يقدر يحسب من واحد من 0 ل 99. شوف بس أنا أقدر أشوف البرامج هاي. أوكي فهاي فكرة فقط بسيطة أنه كيف أنت تعمل لك كومبايل بالبايثون ويمشي عندك الحال ويشتغل ما عندك مشكلة, سواء بالبايتشارم سواء بالCMD. لهنا راح ينتهي الدرس مالتنا ونلتقي وياكم درس آخر من بايثون. مع السلامة.